السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فيديو النهاردة هعرفكم عن الاقسام اللي بتأهلنا اللي احنا نشتغل في التحاليل الطبية، واللقب بتاعنا بيبقى ايه، وايه الاقسام اللي بيبقى لها معادلة قبل الدبلومة، وايه الاقسام اللي بتتعمل الدبلومة على طول ما بتحتاجش معادلة. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش بقى باللايك والاشتراك، ويلا بينا. اول حاجه قسم التحاليل الطبيه من اشهر المجالات العمل في كليه العلوم زي ما احنا عارفين، وفي ناس كتيره بتبقى بتحب تشتغل في العلوم التحاليل الطبيه وبيبقى ليها ميول ليها كده. انا عن نفسي بحب الشغل في التحاليل الطبيه، وكمان بحب ان انا احلل النتيجه واعرف هو عنده يا ترى الشخص ده بيعاني من حاجه معينه او لا. ده كله انا بالنسبه لي كهوايه ليا، فانا عن نفسي بحب التحاليل الطبيه، واكيد في ناس كتيره بتحب التحاليل الطبيه وعايزه تعرف ايه الاقسام اللي بنخرج بتبقى تشتغل منها تحاليل طبيه. هبدا معاكم بالاقسام اللي هتشتغل بالتحاليل الطبيه، بتعمل بعدها دبلوم على طول وما بتحتاجش المعادله، لان في اقسام بتحتاج لمعادله واقسام ما بتحتاجش معادله، يا دوبك لما تخلص تاخد الدبلومه وتشتغل على طول. طيب ايه الاقسام اللي انا بطلع منها اخد دبلومه واشتغل على طول؟ اول حاجه قسم كيمياء. قسم الكيمياء دوت في كليه علوم ما بيحتاجش ابدا لمعادله، انت بتطلع بس بتدرس الاربع سنين وتطلع تاخد دبلومه اسمها دبلومه الكيمياء الحيوي. دبلومه الكيمياء الحيوي دي بتدفع لها فلوس طبعا، وبيختلف الفلوس بتاعتها تبع اي تبع جامعه والجامعه الثانيه. يعني مثلا فلوس الدبلومه في كفر الشيخ مش زي فلوس الدبلومه في عين شمس، مش زي في القاهره، مش زي في اسكندريه، بيختلف المصاريف من هنا لهنا، ولكن كلهم دبلومات كويسه. ما انا ما اعرفش ايه الجامعات الكويسه الصراحه في الدبلومه، ولكن كلهم بيحتاجوا فلوس عشان تاخد الدبلومه دي، لازم تدفع فلوس وبعد كده بتطلع تشتغل على طول. طيب ايه القسم الثاني؟ بايوكيمستري. طيب هتقولي بايوكيمستري محتاج ايه اصلا؟ هو اصلا كيمياء حيوي، محتاج دبلومه كيمياء حيوي؟ ايوه محتاج. طب ليه محتاج؟ اهو فلوسه خلاص، هم عايزين يدفعوا لنا فلوسه خلاص. انا مش عارفه ليه، يعني حتى الدكاتره ذات نفسهم مش عارفين، بس لازم لما تخرج من كيمياء حيوي لازم تاخد دبلومه. كانوا بيقولوا لنا كده ان هي ممكن تقضي معاك انت ككيمياء حيوي علشان عارف الدنيا وكده، ممكن تاخدها الدبلومه بست شهور، ولكن انا الصراحه كانوا بيقولوا لنا ان انت ممكن تاخدها بست شهور، لكن انا الصراحه لسه ما جربتش. هبقى اقول لكم لو عرفت يعني. ولكن هي كده كده هتعمل الدبلومه وهتدفع فيها الفلوس برضه. طيب قسم ايه تاني؟ قسم بايوتكنولوجي. بايوتكنولوجي عادي تاخد منه تشتغل في التحاليل الطبيه، زي ما احنا عارفين ان هو بيشتغل في الوراثه والحقن المجاري، وكمان في الطب الشرعي ليه نسبه فيه، ولكن ممكن يشتغل في التحاليل الطبيه، ولكن لازما يعمل دبلومه التحاليل الطبيه اللي هي دبلومه الكيمياء الحيويه. وقسم ايه تاني؟ مثلا ندخل مثلا على الاقسام بقى اللي هي ايه اللي انا اعرفها، يعني انا هقول لكم اللي انا اعرفهم. الاقسام اللي هي لازم تعمل معادله الاول علشان تعمل الدبلومه. مثلا قسم نبات. قسم النبات دوت بتدرس الاربع سنين في الكليه، بعد كده تطلع تاخد معادله. المعادله دي بتكون سنه تقريبا، يعني سنه، انا كنت اسمع ان هي سنتين او سنه، ولكن اللي انا اعرفه ان هي سنه. بتاخد معادله سنه، وبعد كده بتاخد الدبلومه الكيمياء الحيوي، وبعد كده تطلع تفتح معمل او تشتغل في معمل. كمان قسم الحيوان. قسم الحيوان بيشتغل بتعمل ايه؟ بتعمل الدبلومه المعادله الاول، وبعد كده تعمل الدبلومه، وبعد كده تشتغل في تعمل المعمل او تشتغل في التحاليل الطبيه. كمان قسم مايكروبيولوجي، ولكن مايكروبيولوجي الصراحه انا مش عارفه هما بيعملوا معادله ولا لا. ديت الاقسام اللي انا اعرف ان هي بتشتغل في التحاليل الطبيه. لو انتوا عارفين كمان ممكن تكتبوا في الكومنتات وتساعدوا اللي قبلنا الناس اللي بيشوفوا الفيديو. انا بقول على حد اللي انا عارفاه، ولكن انتوا لو عارفين حاجه تانية او تعديل على كلامي فمش مفيش مشكله، اكتبوا في الكومنتات فكلنا بنستفيد من بعض. طيب التحاليل الطبيه، لما باخد دبلومه التحاليل الطبيه بيبقى المسمى ليا ايه؟ باخد مسمى اخصائي تحاليل طبيه، وبتكتبها في الكارنيه عادي، اخصائي تحاليل طبيه. طيب انت كطالب في كليه علوم
تنزل تدريب في معمل تحاليل طبيه لو انت هدفك التحاليل الطبيه وعايز تتدرب امتى. بص سنه اولى كده كده مش هتنفعك ان انت تدخل معمل، سنه تانية انا في اجازه سنه تانية رحت معمل، قسمي كان مؤهلني ان انا افهم في التحاليل الطبيه شويه. ليه؟ لانه كنا بناخد عن الحوارات دي وحاجات كتيره قوي اتعرضت عليا في المعمل، سواء من اجهزه انا كنت متدربه عليها زي البيبت، زي جهاز اللي هو بيشتغل ككيمياء، ده كله انا متعوده عليه واشتغلت فيه في الكليه. اي نعم ما اشتغلناش قوي في الكليه بيه، ولكن كنت على معرفه بيه. حتى الدكتور اللي هو في المعمل كان مستغرب اللي احنا عارفين الحاجات دي. فقسم كيمياء حيوي فعلا اهلني ان انا ادخل المعمل وان انا اكون على فهم ودرايه ايه اللي بيحصل. فانت ممكن تدخل من اجازه تانيه. طيب هي الكليه بتوجهك من سنه من اجازه تانيه؟ لا، هي الكليه بتوجهنا تقريبا من اجازه تالته، تدخل سنه تالته وفي الاجازه تروح التدريب الصيفي. ولكن انت لو عايز تروح معمل فعادي اي معمل خاص تروح تقول له انت عايز تتدرب وكده. في معامل بتقبلك وفي معامل ما بتقبلش ومش عايزه، ان هو ممكن تكون مستكفيه بالعدد اللي كان عندها او بالشغالين ومش عايزين زحمه في المعمل، فوارد ده ووارد ده. ولكن انت ممكن تروح من اجازه تانية، بلاش الاستعجال اللي هو من سنه اولى لانك مش هتكون فاهم قوي يعني. طيب ايه كمان كنت عايزه اقوله معاكم؟ المعمل بقى انا روحت عن نفسي، انا كنت روحت معمل اتعلمت فعلا في حاجات كتيرة. والدكتور الصراحة ما بخلش بمعلومات عننا، لا بالعكس، عرض لنا كتير من المعلومات اللي احنا استفدنا منها. ولكن في تعقيب شوية على المعمل. المعمل لما تروح تتدرب خد معاك البلطو، خد معاك جلابس احتياطي، بس خلي معاك الجلافز على طول، لان في دكاتره ما بتشتغلش بتقول اللي احنا متعودين في الشغل وكده، ولكن ما ينفعش دوت لان في امراض بتتنقل عن طريق الدم واحنا عارفين ده كويس. فخلي الجلافز معاك كويس والبلطو اهم حاجه معاك. يا رب اكون فدتكم كده بحاجه مفيده، لان في ناس كتيره كانت بتسالني انا لو دخلت قسم كذا هعرف اشتغل في التحاليل، طب لو قسم مثلا كذا او كذا. فانا دولت اللي انا اعرف ان هم بيشتغلوا في التحاليل الطبيه وكمعادله ودبلومات. وانتوا لو عرفتوا حاجه زياده ممكن تكتبوها في الكومنتات عشان غيرنا يستفيد وانا كمان استفيد معاكم، لان برضو لو حتى عندي خبره فمش اللي هي للخبره الكافيه. اسيبكم بقى في رعايه الله وامني، ومع السلامه. متنسوش باللايك والاشتراك. مع السلامه.